اتضح لنا من خلال هذا التمرين هذا بان لونترينمون اميليور لا فونكسيون دي ميسكل عند لي بيرسون اتانت دو بي بي سي او. لذلك البروفيرب ديال الحصه اليوم هو il vaut mieux prévenir que guérir, الوقايه خير من العلاج. لذلك الانشطه الرياضيه فهي ضروريه في حياتنا. الحصص المقبله غادي نبداو لانفورماسيون جينيتيك. الى اللقاء.